فماش لا خدمه لا قدمه، عباد ما عادش عندها فلوس، مرشي فارغ معلم، جيوب العباد فرغت، نعرفش انا وين ماشيين بهالحاله. والله التونسي يشري الحوت الحمد لله، والله التونسي كل يوم يشري الحوت ويروح بالقضيه ولاباس. وين مشارب تشوف فماش فما طريف سردينه طريف غزال كل حاجات شعبي تريليا كل معلم عم عزيز بلاي لحظه بلاي خلينا نحكيوا اذا الاذاعه رئيس النقابه نتاعنا رئيس النقابه بحذانا تحب تشاور تشاور سب اخر اسوي مع عظم شنو عظم الحوت شايح من الكيلو 250 270 100 جرام عظم ب 25 دينار 100 جرام ها مواطنين قاعدين يشري والله المواطنين والله يشري والله فما كل قدير وقدره كل قدير وقدره لنجم لنجم يستقيم ريحه الحوت ويراوح بالحق الزوالي مسكينه الحاجات حاجات لبسيطه مربوطين بالطقس الحوت مربوط بالطقس اي بالطقس الحوت واحده من الناس مربوط بالطقس علاش هو غالي فهمت اخت اش نحكي لك الحوت مربوط بالطقس خز الطقس يبدا طقس بيه ما بتبيع انا نحب نخدم وهذاك يحب يخدم وهذا يخدم وهذاك يخدم يبدا طقس نو بلغتنا نحن الحوت العيطون يجي الحوت غالي بتبيع باش ناخذوه غالي باش نبيعوه غالي المواد ولو نحكي لكش على المارشيات الاخرين مارش سنترال راه تسمى الفافوري عليهم ورقه وقالوا 13500 13000 عندك النازالي ب 18000 عندك الكروفيت من 17 وما فوق حتى وصلت 28 السردينه وصلت 6000 شنو تحب وفما اليوم مواطنين قابلين لا باللهفه ديما المواطنين باللهفه حتى تقدمت قد ما تغلى راهم تقوم بالصف ما يقولوش يزي ديما ياكلوا معناها الشعب التونسي يكونسومي يعني حتى ديما حتى السلعه تطلع لفوق راهو ديما تلقاه المواطن بالصف ويشري راه ما يشبعش هو هذا حوت الزوالي صح هذا هو سردينا هذا من ربي سبحانه وتعالى حكمه رخيصه في سومه اما توا خاطرنا 4000 وصل مسان سالفين 18100 فهمت؟ لا يا فوتي صدقني نتاع نهار هذا واه اسوا من السردينه اختي كي تبدا الدنيا نو كي شتاء وريح وكذا ومعناتها الطقس داخل بعضه نحن سقوفاتنا تعبه شويه البالانسيات جي سلعه فليك كذا هذه سلعه فليك سردينه جعلها ربي للزوالي بها تبدا غاليه ب 4000 تبدا رخيصه ب 18100 ب 2000 كل قدر وقدر صدقني نوصلوا حتى نبيعوا بدينار والزوالي توا هذاك قاعد يعيش على طريف سردينه مسكين على طريف مش خالط اسوام خيالي يا اختي ما مخك يقف الكروفيت معناتها الشوفريت ب 20 دينار بشكلها زوالي ما كليه الزوالي يقول لك 20 دينار ناخذ بها طريف سردينه وطريف خضره هاك شوف اسوام الخضره والواحد 4000 فرنك صراحه مناسب سوما كما البصل كما الامور الاخرى قدره شرائيه خاصه في تونس الطبقه الوسطى ما عادش هو لنا كي مصر وكل برازيل والطبقة غنية وطبقة فقيرة الطبقة الوسطى اللي مش تتوازن بالمجتمع ما عادش تو فهمت كيفاش كون قادر باش ياخذ سردينة ب 5000 فرنك اخت انا واحد من الناس حويت ونبيع في الحوت ونبيع مثلا في السردينة نقعد بالجمعة مش نهز حوت للدار والله اخت تمن ولا ما تمنش ما عادة نبيع نحطه في جيبي خير من يجيونا عباد تشري للقطاطس للقطاطس والله عباد تواسى تشري فيها للقطاطس السردين فما قطاطس تنحي لها الراس والواحد نتاعها الوساخ وتعطيها القطوس طيبه لها في الماء مع هذا الحيوانات مساكن مش خالطين ما ياكل حتى ياكل عبد باش ياكل معناتها يوصل يصرف على روحه جات مع بعضها القدره الشرائيه وجات خاصه الواحد بتاع الحوت مربوطين بالطقس علاش هو الغالي الطقس ما غالي ان شاء الله ربي يجيب على السلاح ان شاء الله تونس يرحم امياتنا ويرحم بياتنا والله العظيم زيد نعودها اختي عايشين بقدره ربي راهو مرض والعباد شفتها اللي يدخل يشري فيه سعر طل ولا كيلو ويخرج على روحه فارغ من السنترال مسيان صدقني يا تلقاها بالصف وتلقى خويا العباد ما شاء الله اللطف يا ربي كاو ان شاء الله ربي يعديها علينا وكاو الحمد لله الفترة هذه عندك الشر هذا والشر الداخل فترة صعيبة ينقص به سيد البحري السبب شنو هو الموبوتان طقس ماهوش نتاع مصيد وقت اللي الدولة تحط تضرب لك حتى حد ما يهبط البحر حتى حد ما يهبط البحر شكون اللي باش يقمر بروحه منين باش يجيك الحوت ما يجيكش كي يهبطوا فما اماكن اللي يخرجوا فيها يجي الحوت يجي قليل
يغلى اشبيه وقت وقت العود الحوت عود مطيش مثلا في فتره الصيف يعود الماكرو ب 6000 والماكرو ب 4000 والسردين ب 2000 فرنك ما تشكيش العباد. هو راهو كما قال لك الاخ راهو احنا يحكم فينا طقس بابلوس اكثر من هذا الهبط اكثر من هذا اكثر من هذا ما فما حتى شيء. غلات الاسوام لو ما غلاتش راهو يحكم في طقس وقت 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 العود الطقس بوطون تلقى الحوت مطيش وزياده على هذايا بربي وصل الوكيل كعبه لا ما عادش عنده فلوس لي شارج كثرت عليه المواطن ما عادش عنده طاقة الساعه باش يمشي يشري الحوت ويشري اللحم ويشري. اخي انت توك تجي تقول لي كيلو سردينه ب 5000 فرنك كيلو طماطم ب 4000 وب 3000 كيلو فلفل ب 4000 اما خير المواطن ما عادش خالص. هذاك شنو السبب بتشوف فيه مارشي سنترال يا حصر على مارشي سنترال خير اكتبوا فيه فهمت هكا تشوف فيه نصب الكولا فيرغ. علاش المواطن ما عادش عنده فلوس وزياده على هذا التسكير التسكير نتاع الرسترونات اللي باش يحركوا معناها الدوله بتاعنا مسكرين والكوفر والحجم لا خلينا من كوفر معناها برشا حاجات تكونت الاسباب هذيا فهمتني 17 سنه وتشوفوك تخدم في المارشي مع الاولاد والرجال كيفاش جاتك؟ مع بابا وعموماتي عائله كامله عائله كامله نخدموا في وسط المارشي مني انا صغيره ليه انا بتبعتي نقرا نجي نعاون بابا الصباح ونمشي نرجع نقرا ومن بعد نجي نعاون انا وبابا وعموماتي نخدم. قداش عندك؟ لا عند مني انا صغيره. مازلت تقرا؟ اي نقرا بتبع. شنو تقرا؟ سنين باك. اي باك سنين ونعمل في فورماسيون. فورماسيون؟ انفورماتيك. هذا ابار الباك. اي نعمل فيها فورماسيون انفورماتيك. انفورماتيك جيستيون. كيفاش تشوف الجو في وسط المارشي مع الحوت؟ لا نورمال سي ديجا كلهم الفاميليا تلقانا ولاد عم فهمت معناتها ماهمش برانيين فهمت وانا كنا معناتها فرد عائله كنا نقربوا هكا لبعضنا فهمت. مش مقلقتك؟ لا علاش باش تقلقني الساعة هي بلوس لحياتي يعني. انا واحده من الناس بلوس لي انا سي ديجا انا قلت لك نعاون في بابا وعموماتي ما تقلقنيش علاش باش تقلق. بنات يخدموا في المارشي اكثر. اي فما بنات يخدموا في المارشي اي اكلتي لاني فما كله بنات. شنو هي ميساجك للي جون اللي يقولوا ما فماش خدمه في تونس؟ ما فماش خدمه هما مثلا تقول له ايش تقول للي جون تقول له ايجا اخدم هاي جورنال نتاعك 30 دينار تقول لك ما تجيبليش باكو دخان. هذا موجودة تمشي وتقام كلهم في القهوة مصدرين حاشية كيت معشق ودنيا. أنا ننصحهم نصيحة لله من عندي أنا مخي كبير اسمعني باش نحكي معاك نعرف لونتر المو نعرف الخدمة قراية هذيك هي معناتها منظمة في حياتي منظمة. أنا نعطيهم نصيحة لي أنا ما يصيرش كان معناتها يد في واحد يد واحدة معناتها تصفقش فهمت شو يقعدوا في القهوة وهكا معناتها شنو تقول لأمك أعطيني هاو حمام أعطيني هاو نشري ساندويتش بالباجيت هاو ما نعرف شنو خليك يخدم تحلحز أعمل مشروع وحدك فهمت هكا. إن شاء الله نهار آخر تاخذ الباك باش تقعد كالعادة تخدم مع بكير. لا عادي نورمال ناخذ حتى نخرج عروسه ناخذ في المارشي سنترا. نحيي فيك الشجاعه. اي شجاعتي قويه وعندي طموح. عندك خواتك اي عندي خواتي اي. بنات؟ لا بنات وولاد. يقراو يقراو يقراو. انت الكبيره؟ انا لا انا الوسطانيه مش الكبيره. كان انت في العائله تخدم مع ابوك وعمك؟ اي. علاش؟ هكاك مرحبا انت مثلا كي بوك يبدا يخدم ما تعاونوش ما تعاونوش. انت دللت؟ ها؟ انت دللت؟ دللت بابا اي و اي لاف يو بابا نقدم ديديكاس لبابا وامي نحبهم برشا. اي لاف يو ها. انا بابا ليليمي عيط لي بابا انا. ليليمي اسمي سليم انا عيط لي ليليمي وامي تعيط لي شايطه ونفتخر هاي نورمال ما تقصهاش. هي عادي تربيجة أمي تحبني. فما شباب أكبر منك وبمخهم وبعقلهم كي تقول لهم إجا أخدم في المارشي سنترال يقول لك لا ونحكيو أولاد مش بنات. فما حاجة علاش مثلا علاش أعطيني مثال إكزومبل. يقول لك ما تحبش
ما تخلصنيش. وين ما تخلصوش؟ انت بديت شكون قال هو عرف جورنات اللي يقول شويه فلوس. انا ماشي بالجورنات، انا بحيه راس باب فهمت، الحمد لله نخدم وجونا به وكنا معناتها نورمال مون، فمش منها الحكايه ذي راه. هو تشبشي قلت لك الصغير كيفينا ولا طفل ولا ولاد تقول له يخدم راه، فما حتى واش يقول لك اي نمشي نخدم مستنسين بال 5000 حتى باش ياخوها باش ياخوها كيفاش نفسر لك باش ياخوها حتى بالكشه مع البلوش من يستانس فهمت دلول. الحمد لله بابا مدللنا مكفينا مززينا الحمد لله نحمد ربي ونشكره. اما واحد شجاع نعاونوا بابا مش فيه يد واحده. شنو المساج توصل؟ نوصل بابا نحبك برشا وربي ان شاء الله يطول في عمره، وامي زيدا نحبها برشا وربي يفضلها لنا زوز تاج راسي هكا، وربي يفضل خويا هارون البيبي الصغير. شنو المساج اللي توصلوا للشباب؟ الشباب اخدموا سايب عليكم الهمله شويه، انا نراه فيهم حتى يقول لي يجى معايا بنيا ولا وليد انا ما نجيش، نربح نهار خدمه خير من نربح نهار تمانيك ضحك وتمانيك فهمت. تخرج مع الدار خير مش تخرج مع شي هملوك او ما نعرف شنو او ما نعرف شنو. انا اعز حاجه اخدم على روحك وكهو اخدم على روحك.